وزير التربية والتعليم. هقول لكم شوية معلومات عنه شوية. اتعودت ان انا دايما الشخصيات اللي زي دي يعني ابحث وراها شوية لغاية ما اقرا قصة حياتي يا عين. اسمه محمد عبد اللطيف، بس لما قعدت فكرت في الكلام اللي هو قايله في فيديوهات واللي قريت عنه واللي واللي واللي، هوضح لكم حاجه مهمه قوي قوي انا وقفت عندها، واشكر ربنا ان انا في الحاجات دي دقيقه جدا. طيب، بيقول ان هو سافر لامريكا لاكمال تعليمه، وقال وهتلاقوها وموجوده ان هو سافر وعنده 13 سنه، وده النقطه اللي هقف عندها. سافر وهو عنده 13 سنه واشتغل بيبيع جرايد. كلكم اكيد قريتوا الحكايه دي او سمعتوها. 13 سنه يعني مسافر مع اسرته. الكل فاهم ان هو عنتر بن شداد ان هو سافر يكمل تعليمه. لا 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 لا، واحده واحده بقى كده شويه. 13 سنه يعني يعتبر بالنسبه للتعليم في امريكا، التعليم الاعدادي 3 سنين، التعليم الثانوي 4 سنين، التعليم الابتدائي 5 سنين. فهو عنده 13 سنه يعني كان في تاني اعدادي، انا حسبتها، يعني كان في تاني اعدادي كمل تعليم. ايه بقى، ركزوا في النقطه اللي جايه المهمه جدا. كان عنده 13 سنة يعني في تانية إعدادي. خلص تانية إعدادي، خلص تالتة إعدادي، دخل ثانوي. يعني سنتين بقى عنده 15 وأربع سنين ثانوي، هنا بيسموها الهاي سكول، أربع سنين ثانوي. يعني كان عنده طبعا الثانوي هنا أربع سنوات، يعني خلص تعليمه وليكن وهو عنده 18 سنة. الثانوي. الثانوي خلص وهو عنده 18 سنة. السؤال، هو طبعا زي ما بقول لحضراتكم ان هو سافر مع أهله وسافر وكمل. لو هو مسافر مع أهله، وطبعا طبيعي ان هو لما سافر مع أهله دخل إعدادي ودخل ثانوي، إيه اللي خلاه يرجع مصر ويدخل لو هو هيكمل تعليم، لو هو مسافر امريكا يكمل تعليمه، ايه اللي خلاه يرجع مصر ويدخل كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان؟ ليه ما كملش تعليمه في امريكا لما هو خد ثانوي من امريكا، خد الشهاده الثانويه من امريكا، رجع مصر وهو بيقال ان هو حاصل على بكالوريوس سياحه وفنادق جامعه حلوان. السياحه والفنادق خدها امتى؟ اكيد بعد ما خلص ثانوي. دخل ورجع مصر ودخل جامعه حلوان. يبقى اذا مش مسافر يكمل تعليمه. نقف عندي دي. ليه ما خدش البكالوريوس او كمل وات ايفر؟ طبعا هو دخل سياحه وفنادق في مصر على اساس ان هو ده مجموعه احتمال، هو مش قايل في سيرته الذاتيه الحاجات دي. هل هو اخذ ثانويه عامه من امريكا ولا اخذ ثانويه عامه من مصر؟ بالتالي لو خدها من مصر التنسيق بتاعه ومجموعه هو اللي دخله سياحه وفنادق، وده اللي انا ارجحه. يعني هو اكيد ما اخدش الهاي سكول وخلص الهاي سكول في امريكا، بدليل ان هو دخل سياحه وفنادق. لو هو مخه تربوي تعليمي اي حاجه، والدته طبعا اللي هي نرمين اسماعيل اللي هي صاحبه المدارس التعليميه الانترناشونال، والدته فهي في مجال التعليم، لو هو لاقط منها في الجينات حتى مجال التعليم، يبقى كان كمل في امريكا وقعد في امريكا ودخل المجال التربوي والتعليمي في امريكا بسهوله خالص. لكن ده ما حصلش.
دخوله سياحة وفنادق معناها هو ده الأمر الواقع اللي قدامك تدخله بالتنسيق. ما دخلش ليه كلية التربية؟ ما دخلش ليه كلية علوم؟ ما دخلش ليه أي حاجة؟ يبقى هو ده التنسيق اللي دخله سياحة وفنادق، صح؟ أنا فسرتها كده. ما كملش تعليمه في أمريكا، دي أنا برجحها أكتر. هو من مواليد 72، 20 يونيو 1972، يعني سنة 85 لما كان عنده 13 سنة اللي راح فيها أمريكا، سنة 85. بيقول إنه سافر، وبيقول إن هو دخل جامعات ومش عارف إيه. خدها هو خلاص هيشتغل مع والدته في المجال التربوي التعليمي المدارس اللي. بيقول ان هو كان عنده شغف رهيب قوي بالمجال التربوي وخاصه الاونلاين. المعلومه اللي عرفتها من كميه الفيديوهات اللي اتفرجت عليها امبارح ان حتى لو الدوله بعتاني اخد رساله ماجستير او دكتوراه من بريطانيا مثلا او من امريكا، بعد ما اخد الرساله او بعد ما اخد دكتوراه لو رجعت مصر اقدم لهم الشهاده للمجلس الاعلى للجامعات، للمجلس الاعلى للجامعات في اداره اسمها اداره المعادلات. اداره المعادلات دي بتقارن او بتعمل زي فحص للدكتوراه اللي انا خدتها من جامعه مثلا هارفارد هنا وتعادلها بما يوازي مصر، تقول ايوه فعلا دي دكتوراه وتديله اللقب دكتور لاني حاصله على الدكتوراه، تديني لقب دكتور. فقسم المجلس الاعلى للجامعات قسم اداره المعادلات دي وظيفته، حتى دوس على دي قوي، حتى لو الدولة هي اللي بعتاني اخد رسالة الدكتوراه من دولة اخرى، لما ارجع مصر هي اللي تديني اللقب، حتى لو انا واخدها خلاص اهو، مصر اللي تديني اللقب دكتورة نادية عشان خاطر عملوا لي معادلة لرسالة الدكتوراه اللي انا عملتها. فيها غلط دي؟ ما فيهاش. يبقى اذا دي وظيفة المجلس الاعلى للجامعات. الحاج محمد عبد اللطيف بيقول في الفيديوهات ان عنده شغف رهيب بالدراسه عن بعد وهي الاونلاين. فدخل اولا على جامعه امريكيه، اولا اخذ الماجستير منين؟ سنه 2012 اللي بيقولوا عليه ان هو اخذ ماجستير عام 2012، البرامج التعاونيه لجامعه لورنس بتضم، بصوا اخذ الماجستير من جامعه لورنس. لورنس دي جامعه بفلوس، جامعه خاصه، جامعه خاصه مش جامعه حكوميه، يعني زي معظم الكليات اللي في مصر في كليات خاصه، بس برضو الكليات الخاصة الشهادة اللي في مصر بتخرج منهم معترف بيها في مصر وليس بره عشان تبقوا عارفين. فبيعترف بالشهادة اللي بتخرج من الجامعة الخاصة أو من الكلية الخاصة اللي في مصر. جامعة لورنس في أمريكا دي جامعة خاصة بالفلوس أروح أدرس، ولكنها غير معترف بيها أمريكيا. نقط وحروف اهي. هو بيقول ايه؟ ان هو اخد الماجستير في التربية من جامعة لورنس، لكن للأسف بقى ان جامعة لورنس عندها تخصص في حاجة معينة تضم الصحة العامة والهندسة. البرامج التعاونيه لجامعه لورنس تضم تخصصات محدده هي الهندسه، دراسات الغابات والبيئه، القانون والعلاج الوظيفي،
والصحة العامة، ولا تضم أي من البرامج التعاونية تخصص التعليم. ما عندهاش تخصص تعليم. يبقى هو خد الماجستير من هناك ازاي؟ ما عندهاش تخصص تعليم حتى لو هي كلية خاصة أو جامعة خاصة، لكن هي عندها فقط هندسة، دراسة الغابات والبيئة، قانون، علاج وظيفي، الصحة العامة. ما عندهاش تخصص تعليم ولا تطوير التعليم. هو بيقول إن واخد الماجستير في تطوير التعليم. البي الوزير بيقول إنه حاصل على هذه الرسالة من جامعة لورنس. جامعة لورنس زي ما قلنا المفاجأة بقى إن هي أصلاً ما عندهاش ماجستير في الدراسات التربوية، تخصص إدارة أعمال وهندسة فقط، وليس لديها تربوية في مجال التعليم. نركن الماجستير، يعني طلع كذاب فيها وطلع مزور فيها، لأن هو بيقول إن هو تطور تعليم، ماجستير في تطور التعليم من جامعة لورنس. جامعة لورنس بتقول أنا ما عنديش تطور تعليم، ما عنديش أي حاجة خاصة بالتعليم. أدي شهادة مشكوك فيها. هو بقى يقول لنا الشهادة دي مشكوك فيها إزاي؟ اثبت لنا الصحة. خلاص؟ اثبت لنا إن جامعة لورنس هي اللي مدياك الماجستير في تطوير التعليم. ده مش هيحصل طبعًا ومش هتلاقيه. خلاص؟